ترنيمة وعود. ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام المسيح معكم، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمة وعود، وترنيمة اليوم اسمها قدام الصليب. تأمل بعت لي يا الرب وأنا بتأمل في فكرة الصليب، وكنت فعلا ساجد وبصلي، والرب فتح عيني على أنه أنت بتشوف الصليب ويمكن بتصوم أو بتصلي أو بتعيد في عيد القيامة، لكن أنت شو عملت لها الصليب؟ فظهر قدامي المظهر الرهيب اللي هو عدل الله اللي بياخد مجراه على الصليب، وفي نفس الوقت رحمته اللي شفعت في كل العالم، وأنا جزء من هالعالم، جزء من الخطاة اللي شفعت فيهم هاي الرحمة. وتساؤل شو عملت أنا قدام الصليب، اللي أنا بقول في الترنيمة عارف ما بيحمل كفي مسمار. أنا عارف نفسي، وأنا عارف إنه ما مش في استطاعتي أحمل مسمار واحد في كفي. بقول له يا رب ساعدني أكفي، أكمل المشوار، لأنه شكري كله لو شكرت في كل لحظة وكل شكري ما بكفي يا بار، للسلام اللي صار عندي أنا اللي تمنه كان عليك تأديب. وكل الأفكار كانت وأنا بتأمل قدام الصليب. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. فكري عابد وشايف بالإيمان، قدام الصليب كل ذنوبي وكل عيوبي، مصير الهوان قدام الصليب، قلبي ساجد وفكري عابد وشايف بالإيمان، قدام الصليب كل ذنوبي وكل عيوبي، ومصير الهوان شايف عدل الله وكرهوب للخطيه، وغنى رحمته اللي شفعت فيه، شايف عدل الله وكرهوب للخطيه، وغنى رحمته
اللي شفعت فيه وعمل نعمته بيسوع كلمته ومحبي ما بتغيب قدام الصليب قدام الصليب. كفي مسمار ساعدني يا رب أكفي المشوار وعارف ما بيحمي كفي مسمار ساعدني يا رب أكفي المشوار شكري كله ما بيكفي يا بار سلامي صار وتمنوا كان عليك تأديب قدام الصليب قدام الصليب. وبين لي محبي أنا الإنسان ما بستاهل ومسكر قلبي لحد الآن ولسه بتجال بين لي محبي أنا الإنسان ما بستاهل ومسكر قلبي لحد الآن ولسه بتجاهل بدل ما سامح واغفر زي ما عمل سيدي معاي بكره بدينه بتكبر بخطي بتمادى في خطاي لكن المشهد واضح كل شي قدامه فاضح لكن المشهد واضح كل شي قدامه فاضح صورة في مراية ما بتخيب قدام الصليب قدام الصليب. وعارف ما بيحمل كفي مسمار ساعدني يا رب أكفي المشوار وعارف ما بيحمل كفي مسمار ساعدني يا رب كفي المشوار شكري كله ما بيكفي يا بار سلامي صار وتمنه كان عليه تأديب قدام الصليب قدام الصليب قدام الصليب. ترنيمة وعود. ساعدني يا رب ساعدني يا رب وأنا بتأمل في مشهد الصليب إنه أتذكر محبتك وأعكسها على محبتي وتكون مرآة أرى فيها شو بعمل أنا اتجاهك محبتي تجاه أخوي لسه يمكن ما غفرت له. إذا عم تسمعني اليوم وعم تشوفني وفي شي بقلبك لسه في شي معلق ما حليته يمكن غفران يمكن كراهية يمكن شي معلق ربنا بيعرفه وإنت بتعرفه من فضلك ومن فضلك اليوم في المسيح يسوع
تعال قدام الصليب، تعال لغفران يسوع، تعال لمحبة يسوع وسامح واغفر وشيل الحمل اللي على ظهرك. هو قال تعالوا لي يا متعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. أنا شفت الراحة في الصليب اللي شالت كل الأحمال الثقيلة عن ظهر البشرية جمعاء وعن ظهري أنا بشكل خاص. أشكرك يا رب، أشكرك يا من بصليبك خلصت العالم، لك المجد لك الشكر. قبل ما أترككم في رعاية هذا الإله العظيم، بترككم مع تقسيمة عود. الرب معكم وسلامه يدوم فيكم.